السلام عليكم ورحمة الله، في قناة عبدو سبور. مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. سمحوا لي عندي هذا الفيديو من راني في ملعب القبالة. كل حال خرج لي الفيديو تاع جابر نعمون اللي كان طفط على فريق شباب الوزلال اللي ضمننا البارح انه راح ولو يجيب نقطة باش يبقى في السباق باش يتأهل، لكن شاءت الأقدار انه انهزم برباعية كاملة. وشيء محير هدايا تاع شباب الوزداد، وحتى اللقطة تكلم عن اللقطة اللي صارت قالك لي لخصت كل شيء ما بين قديورة والمدرب باكيطة. اسمعوا معانا جابر نعمون كيفاش مطافط في البلاطو واش تكلم وجبد حقائق أيضا، وكما يقول لك قالك اليوم دونت في ورقة وجيت نحكي لكم واش صار في شباب الوزداد. تابعوا معانا الفيديو الأخير راح تتمتعوا وراح تسمعوا التحليل تاع جابر نعمون، هذا المحلل اللي راهو يبان في التلفزيون الجزائري بالتحليلات ديالو القيمة، وإن شاء الله يروح بعيد بهذه التحليلات. تابعوا معنا الفيديو خاوتنا الكرام. وكيف تفسر ما حدث لشباب الوزداد؟ شوف كريم، باه نجاوبك على السؤال هذا سأتحدث بقبعة محلل التلفزيون الجزائري فنيا، لكن سأتحدث بقبعة اللاعب السابق لشباب الوزداد، لأنه هذا الأشخاص عبثوا بتاريخ نادي كبير، تلاعبوا بتاريخ فريق اسمه شباب الوزداد. لما نتكلم الكل تلاعب وعبث بشباب الوزداد، أقول لاعبين، إداريين، حتى طاقم فني. لما نبدأ باللاعبين، راك في فريق اسمه شباب الوزداد، راك في فريق اسمه شباب الوزداد. لو اتفق لاعبون اتفاق قبل مباراة ويكونوا هؤلاء اللاعبين متواضعين أنه لا يسجل عليهم 4 أهداف، ما يسجلوش عليهم 4 أهداف، فما بالك بلاعبين استقدموا بمليارات من أجل رابطة ليس من أجل البطولة فصل أمرها. عندك 4 بطولات الآن رابطة أبطال إفريقيا. لما نتكلم عن الطاقم الفني أتحدث عن شيء مهم. أنت ما هو هدف المدرب في الحصص التدريبية؟ هو صياغة حصص تدريبية تقنية بدنية نفسية تكتيكية. لماذا؟ من أجل عدم تلقي أهداف وتسجيل أهداف. إلى أنت عندك أسبوع في يدك درت تحضير بدني تقني تكتيكي وتتلقى 4 أهداف، ماذا كنت تعمل طيلة أسبوع؟ وذكر ولا عندنا في عصر الحديث هذا عندنا الأناليز فيديو، عندنا الإحصائية تاع لاعبي الخصم، ماذا كنت تفعل طيلة هذا الأسبوع حتى تنهزم بها برباعية؟ هنا نوليك الإدارة. أنا كريم الآن لما كنت نتكلم معك كنت نتكلم بدون ورقة، لكن في الإدارة دونت ساعة نشوف الورقة لأنه دونت على الإدارة. نبدأ بالإدارة. راح دراوي لم تستطيع تعويضه، راح ميريزاق حتى ولا ميريزاق عوض نفسه، راح بوشار لم تستطيع تعويضه عوضته بنفسه، راح سعيود لم تستطيع تعويضه. نولي لك للميركاتو، المدرب، الجمهور، المحللين، حتى الخصوم ينادون بقلب هجوم مع وامبا وبصانع العاب مبدع خلاق للفرص لم يتم استخدامه، والمدرب كان يطالب بهجوم راح جبت خاسف وبوشار في المنظومة الدفاعية اللي هي أصلا ممتازة في الفريق. هنا نزيد نروح لنقطة أخرى، ما هو الهدف من استقدامات بأموال طائلة رهيبة ويكون أحسن لاعب بالخير اللي عنده 4 سنوات في الفريق؟ ما هو الهدف من استقدام لاعبي بأموال فلكية أحسن لاعب يكون سالمي اللي عنده 7 سنوات في الفريق؟ ما هو الهدف من استقدام لاعبي بأموال طائلة رهيبة أحسن لاعب بوراس اللي تكون في فئة الشبانية تاع الصيف وتاع شباب الوزداد؟ ما هو الهدف من هذه الاستقدامات بمليارات ومن بعد يجي فريق مجهري يربحك برباعية وكان المورال تاعك ممتاز بعد مباراة معيارية ضد الأهلي؟ النقطة اللي دونتها أيضا، إفريقيا لازمها لاعبين كبار حتى تكلفك نصف ميزانية الفريق، نجيب لاعبين كبار، ما نجيبش لاعبين أنايا 7 لاعبين و8 لاعبين يتقاضوا ملايير وما يلعبوش، ما قدروش يعوضوا حتى لاعب سعيون. النقطة أيضا اللي درتها، شباب الوزداد تراجعت، أنا عرفت بلي شباب الوزداد تراجعت منذ كأس الجمهورية ضد الشلف، بدا يتراجع المستوى تاعها، تروح الكوب ضرب تحضيرية تروح تقول بلي أني كنت مجرب في اللاعبين ودير مهزلة في كأس العرب. الآن في البطولة شباب الوزداد ليس شباب الوزداد اللي عرفناه في السنوات السابقة. وبنا ختمها الحادثة تاع قديورة مع المدرب تلخص كل شيء، مؤسفة تلخص كل شيء. هذه صورة شباب الوزداد الكبير. زاد
البلاد الكبير والعريق وصورة الكرة الجزائرية عالمية خارج بلادك. صح. تاريخ شباب أكبر من كل هذا بكل بساطة. تركتك تتكلم هكذا بلغة القلب لأنه الأمر يتعلق بالجزائر ويتعلق بمنافسة. راكم سمعتوا معنا جابر نعمون كيفاش انتفض، لانه بكل بساطه كان هو تن لاعب شباب الوزداد ويعرف مليح بيت الفريق. قال لهم كيفاش ما قدرتوش تجيبوا لاعب يعوض سعيود، خسرتوا اموال طائله وما جبتوش لاعب يغير فلان ولاعب يغير فلان. والله لما شفنا المباراه البارحه، لانه البارحه الجزائر في شباب الوزداد كانت مثل الجزائر، ما تستناش تكون سيبورتيها ولا سيبورتي كيب واحد اخرى. مادام شباب الوزداد لعبت في تنزانيا هناك راح نسيبورتيوها كلنا الجزائريين كاننا نشوفوا في فريق وطني. لكن خيبه الامل كانت ما كانش منتظره، وبعد ما شفنا مباراة تاع شباب الوزداد مع الاهلي، مباراة كبيرة دارتها شباب الوزداد، صدقوني غير كنت نستنى بلي احنا راح نجيبوا 3 نقاط من هناك من تنزانيا. لكن كما قال نعمون جابر، قال لك انهزمنا امام فريق مجهري، والله العظيم غير كانت ضربة قاضية لي انا ولي زملائنا ولي جمهورنا الرياضي. اتكلم ما نستناوش نقولوا باللي انت تشجع بالوزداد، حتى سطايفي يولي بالوزدادي، والقبائل يولي بالوزدادي، والمولوديه يولي بالوزدادي، واتحاد العاصمه يولي بالوزدادي، كنا ولينا بالوزداد. لكن البارحه والله العظيم غير كانت طعنا في الظهر، وخاصه كما قال نعمون لخصتها بمشكله قديوره مع الفريق مع باكيطا، هي اللي زادت لخصت كل شيء واش كاين داخل بيت شباب بالوزداد. نتمنوا خير لهذا الفريق العريق ان شاء الله، نتمنوا له خير ونتمنوا يعاود يسقم روحه، لانه على بالنا باللي واقيلا خلاص ما تليمينا كاع الحسابات قول بالله انه تليمينا. لكن ان شاء الله يعاود يتسقم بيت شباب بالوزداد، تعاود تولي الامور نصابها باذن الله. شكرا. وهذا ما يلخص على كل حال، ما يلخص مازال نسيت باش نقولها لكم، هذا ما يلخص سما مرض الكره الجزائريه. نولوا للبطوله اللي راهي الله غالب عليها، البطوله اللي ما يشوف فيها حتى واحد. لازم باش ننظموها باش نسقموا هذه الكره الجزائريه، لازم علينا نسقموها من تحت، ما نبداوش ديريكتومون نشوفوا غير بريمير ديفيزيون ليكيب ناسيونال. لازم الكره الجزائريه هذه لازم تبدا من تحت، من الاصناف التحتانيين كاع اللي تحت الارض هذوك. واحد اللي خصهم قرعامه انا نسميهم هكذا، لي جوار يلعبوا يروحوا ليفيسيال باش يشربوا الماء تاع سيتيرنا، هذوك اللي لازم من تحت تسقم الكره باش نطلعوا بانديه كبيره في افريقيا، لانه افريقيا ما يوالمها غير لي جوار تاع ولاد بلادها. سما اللي يلعبوا في البطوله ديالها واللي كبروا من البطوله ديالها، وان شاء الله ان شاء الله المعرفه هذه وهذا الخبث اللي راهو صاري في الكره الجزائريه في الاصناف السفلى ان شاء الله يتنحى، لانه رانا نشوفوا حتى في الاصناف السفلى ريجيونال 1 ريجيونال 2 اونور بري اونور راهم فيهم مشاكل. خلي الفوق سما المشاكل راهي من تحت قاعد، لازم السوسه تتنحى من تحت وتجي طالعه، ما غطوش كما يقول لك بليكيب ناسيونال ولا بكاش فريق نادي فريق عريق في الجزائر يدي كوب دافريك نغطوا به كما يقول لك الشجره اللي تغطي الغابه. لا، احنا لازم نخدموا كره الجزائر، لازم حان الوقت باش نشوفوا في الانديه الصغيره هذه يتهلاو فيها ويزيدوا لنا لي سونتر دو فورماسيون، هما ثاني لازم يكونوا، ومشي لازم بالاموال للدراري يلعبوا. كاين لابات لازم نستفادوا من هاد لابات، المراه الجزائريه ولاده راه يجيب لنا في الدراري اللي يعرفوا يلعبوا كره قدم. لكن شاءت الاقدار انه المعرفه وشكون واش يخدم باباك هي اللي طغات على كره القدم الجزائريه. ربي ان شاء الله ينصر هاد البلاد ويبعد علينا هاد الناس اللي خسروا لنا هاد الرياضه، فسدوها لنا رجعونا ما نقدروش من بنهضروا عليها، والله العظيم غير عيب وعار. المهم نقول لكم ربي ان شاء الله يجيب الخير. شكرا لكم، تابعونا في قناه عبد السبور، فعلوا الجرس. سلام.